بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. بدء اجتماع حزمة في محافظة إدلب والذي يضم شركاء الأمم المتحدة وذلك في الذكرى السنوية الأولى لزلزال 6 شباط المدمر، ويأتي ذلك للحديث عن الجهود التي بذلت خلال الزلزال والاطلاع على احتياجات سكان شمال غرب سوريا بعد عام من وقوعه حسب مراسل حلب اليوم. وزارة الدفاع التركية تقول أن طائرة بدون طيار تابعة لقواتها البحرية تلحظ مهاجرين غير نظاميين تركهم قارب خفر السواحل اليوناني في المنطقة الواقعة شرق جزيرة ليسبوس في بحر إيجا جنوب غرب أزمير في الثاني من شباط الحالي. قسد تعلن مقتل 6 من عناصرها جراء هجوم بطائرة مسيرة انتحارية، قالت إنها أطلقت من مناطق سلطة الأسد واستهدفت أكاديمية للتدريب في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور. وفد أممي يزور مخيمات ريفيح إدلب الشمالي قبيل ذكرى حادثة الزلزال المدمر للاطلاع على المشاريع التي ينفذها شركاء وكالات الأمم المتحدة لمتضرري الزلزال ورصد حاجات المنطقة. أضرار جزئية في 10 خيام للمهجرين في مخيم الصوامع بمنطقة أخترين شمال حلب جراء الهطولات المطرية الغزيرة حسب الدفاع المدني. لجنة الحج العليا تقول إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقيع أي جهة لاتفاقية ترتيبات الحج السوري مع المملكة العربية السعودية لموسم حج 1445-2024 حتى هذه اللحظة.